السلام عليكم. في درس اليوم سنتحدث عن الدالة TNC Compare String، وهي دالة عملية جدا تقوم بمقارنة بين اثنان string، وهي يعني نسخة محسنة أو أكثر أمانا من النسخة السابقة Compare String التي لم نرها لحد الآن. لا بأس، سنذهب ونرى الجديدة والآمنة مباشرة. تيبات نقوم بوضع tEdit 1 tEdit، يا أيها الغبي، tEdit و tEdit أخرى، سنقوم بوضعهم في أماكن جيدة. clear text، ونضع هنا الزر القوي جدا، سنجعله بالعربية لما لا. سنقول مقارنة، أين هي string 1 وأين هي string 2؟ هذه هي في الأعلى 1 لكي لا أتخبط، وهذه هي الثانية، مقارنة بين 1 و 2. سنقول له NC compare string، ولدينا NC compare text لأول شيء وهو NC compare. سنقول له أن التكست الأول هو edit1.text والتكست الثاني هو edit2.text، يعني بسيطة جدا، تقول له من هو التكست الأول ومن هو التكست الثاني. لدينا النتيجة سنرى الآن ما هي النتيجة. هي عبارة عن integer، وبالتالي سيكون علينا فهم بعض الأمور. ولدينا ثلاث حالات: if لدينا تساوي الصفر، لدينا تساوي الصفر معناتها أو معناها then، إذا كانت تساوي الصفر سنقول له show message نفس الشيء، أو النصان متشابهان، وأنا لا أرى أي شيء للشاشة، النصان متشابهان. لا أريد تكرار هذا النص، كنت من الأفضل أن أستخدم case هكذا، أقول له لكي أغطي كل الحالات. case of إذا كانت صفر سيفعل شيء، إذا كانت واحد سيفعل شيء، إذا كانت اثنان سيفعل شيء، لأني لا أريد هذا الشيء هنا، النصان متشابهان. لا أريد أن أكتب أكثر من if، بما أن الكيس هذه هي الحالة المناسبة لها، نصان متشابهان. وإذا كانت سنرى، يعني لا أتذكر جيدا، الأولى الثانية الأول أكبر من الثاني، وهذه هي مشكلة الكتابة من اليمين لليسار، يجب أن أعيد الكتابة. الأول أكبر من الثاني، لا يعني لست متأكد، دعونا نجرب ولكي نرى. الثاني أكبر من الأول، نقوم بوضع الفاصلة المنقوطة، وهذا هو كل شيء. ليوجد مشاكل بالطبع لا يوجد. سأقوم بكتابة مثلا رؤوف وهنا رؤوف، ثم أقوم بعمل مقارنة. النصان متشابهان، رؤوف A الأول أكبر من الثاني، رؤوف A النصان متشابهان، رؤوف راحش. مقارنة، ما الذي قالت؟ ما يعني ما هي النتيجة أيتها الدالة؟ سنذهب إلى الدعم لكي نرى، ربما تذكر عندما أعرف الدعم. نعم هذه هي الآه، نعم يعني أكبر من الصفر أقل من الصفر أو تساوي الصفر، أكبر من الصفر صفر أو الصفر، بما أنهم قالوا لنا الصفر أكبر من الصفر أقل من الصفر، فبالتالي سنحتاج إلى أن نعود إلى البداية. عفوا عفوا.
يعني سنقوم بعمل كل حالة على حدة باستخدام الاف. اف 1 تساوي الصفر، تساوي الصفر اولا then، وبنفس الشيء سأقوم بنسخها أكبر من الصفر وأقل من الصفر، أكبر أكبر وهذه أقل. شو المسج الأول؟ هذا المسج الأول وهذا المسج الثاني. أظنها جيدة الآن، فقط للتأكد سنذهب إلى الدعم من جديد. الأول أكبر من الثاني، أكبر من الصفر وأقل من الصفر، أكبر يعني الأكبر هكذا. سنعيد التجريب من جديد. رؤوف رؤوف مقارنة صمت شبيه رؤوف R، الأول أكبر من الثاني. رؤوف رحيش، الثاني أكبر من الأول. سنكتب يعني رؤوف بالأحرف الكبيرة ورؤوف بالأحرف الصغيرة. الأول أكبر من الثاني كما ترون، يعني عندما تكون بالأحرف الكبيرة فهذا يشكل فرق 1 2 3 4. وهنا من هي الأكبر؟ الثاني أكبر من الأول. طبعا الأحرف أكبر من الأحرف أكبر من الأرقام، هكذا هو المتعارف عليه. رؤوف، عندما نضع الفراغ رؤوف رحيش متشبها، ومن فضلك لا تقل له هكذا فأنت لست في أي مرفق أو شيء آخر، فهو لن يعترف بذلك الأمر، فهو سيقوم بالمقارنة حرف بحرف. بالتالي ماذا قال لنا؟ قال لنا الأول أكبر من الثاني. هذه هي بطبيعة الحال كل شيء نحتاج معرفته حول الـ ANSI Compare String. لدينا ANSI Compare Text، ANSI Compare، ANSI Compare Text. سنذهب لنرى معلومات حول ANSI Compare Text. Compare String يعني جميعها تستخدم الشيء المعروف أو الدالة الرئيسية Compare String. عندما نذهب إلى البحث ما الذي ستخبره لنا أو الدعم الذي سيخبره لنا ANSI Compare String؟ يعني بدون الحساسية، without case sensitivity، يعني لا يوجد مشكل عندما تقوم بمقارنة أحرف كبيرة والأحرف الصغيرة. هذا هو الفرق الوحيد بينها وبين ANSI Compare String، يعني واضحة جدا. أتمنى تكون الفكرة قد وصلت من هذا الدرس، ونلقاكم في درس قادم.